عليكم، حياكم الله، نورتونا في مزحمية. ارحبوا ارحبوا، تفضلوا معنا الحين، راح نوريكم جولة على المزحمية. المزاحمية موقع، الموقع أنها تقع غرب مدينة الرياض العاصمة الحبيبة، تبعد عن مدينة الرياض 40 كيلو من جهة الغرب، ويتوسط الطريق السريع طريق الحجاز الطائف. المزاحمية لها تاريخين، تاريخ قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى وادي ثمامة ابن أثام في العصر الجاهلي. أول من أنشأها معروف أنه أحمد ابن فواز بن راشد التمامي من بني تميم من الحوطة. والمزاحمية يعني قديمة مرة، يعني قبل تأسيس أحمد بن فواز لها كانت فيها من الآثار وفيها من الأشياء اللي تبين قدم هذه المحافظة. غرفة الرياض في المزاحمية لها دور كبير في تنمية تجارة في البلد، فالغرفة التجارية لها دور كبير مهم جدا، وهي لها برامج ولها أهداف كل هدفها تنمية المواطن. وأشكر الأخوان في الغرفة التجارية على الاستضافة وعلى حرصهم على تعريف الناس بهذه المحافظة اللي هم الآن عنصر وجزء من هذه المحافظة، وهذه يدل على نبل أخلاقكم وكرمكم وكذلك وفائكم.